يزيد النشاط الإنسان اللي يعمل في اليوم. عشان كده قالوا إنه الصينيين يشتغلوا 12 ساعة في اليوم. نعم. فبس بغيت أسأل بالنسبة للناس اللي عندهم قرحة بالمعدة، ما يساخن ما يأثر عليهم؟ ما يسبب كده يعني تهيج أو شيء من هذا النوع؟ لا لا لا، ما يسخن، لا يسأل. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفا لا يؤمنون. أفا تحظيم الله سبحانه وتعالى، من الذي لا يؤمن الماء يحيي فهو قد وقع في كفر عظيم. فنسأل الله تعالى حتى لما نقع في كفر. أيضا القرحة، هناك أشخاص الحمد لله كان عندهم قرحة شفيه بالكامل، لأن يلين طبقة الجلدية، لأن القرحة طبعا هو مثل جرحة في المعدة ويتسبب طبعا نزيف، ويعني وبالتالي هذا يساعد على معالجة. أنا ما أقول شرب الماء مغلي، الماء الساخن بما يتقبل جسمه، ففيما بعد سنأتي طبعا بهذا بما تقريبا 50 درجة أو ما إحساسه قليل من الحرقانة. وسأبرز لكم أن الماء الساخن جميع كل إنسان بدأ يشرب ماء ساخن وهو في بطنه أي في داخل حوض الرحم. سنأتي طبعا فيما بعد، هذا طبعا معجز من معجزات الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكر القرآن الكريم قبل 1400 سنة، والعلماء اكتشفون عن سائل أمنيوسي، لكن عشان ما نسبق الكلام سنأتي فيما بعد. إذا يعالج الأمراض، إلا بقي كل شيء بقي القدر، حتى ما يأتي الشخص يقول أوه أنا شربت الماء الساخن ما شفيت، القدر كل شيء قدر، لكن كل من الذي يسعى ويتقبل أن الماء شفاء. وهناك علماء اكتشفوا أن الماء عندما تمسك تمدح في الماء أو تقدر فيغير شكله. ومذكور في القرآن الكريم سبح لله ما في السماوات والأرض إنه العزيز الحكيم. سبح، لا تشركه ولا تعبده، لا يعني ما حتى يعني شو يقول مثلا من يعبد الشمس من يعبد النار، لا هذا كله كفر، لا يعني قل الحمد لله سبحان الله، ترين الشمس سبحان الله، في منفع مباشر وغير مباشر. وأيضا الماء في شفاء، وسنأتي بأدلة بهذا إن شاء الله. نعم تشريف. أنا أصبح واحد بالنسبة للسوداء المصري، إذا فعلاً كان عندي سوداء مصري لمدة 15 سنة وراجعت كل الأطباء حتى برا ما حصل أي نتيجة، وفعلاً لاحظت أن كل ما أستعمل الماء الساخن يومياً أحس السوداء خف. أول كنت أستعمل ثمان أنواع حبوب السوداء المصري، الحين أستعمل حتى يمكن أول كنت أسبوع كامل يمكن يومين أكون صاحية، الحين يمكن نص حبة بس في شهر واحد. الحمد لله. الحمد لله إن شاء الله نسأل تعالى حتى هذا النسحة اللي تستخدمي فيما بعد يأتي وقته، كما أنا شخصيا قررت أن أقول إذا يعني أتوقف الأدوية لأن هذه سموم. إيه نعم أوكي. إذا إيه أوكي، بس حد يمكن عنده ملاحظة سريعة أو مداخلة نعم عشان ما يتملون حتى لنا. نعم أوكي إيه، خلصنا الجزء الأول، الآن بندخل في الجزء الثاني. نعم نعم ايوه. هذا يعتبر علاج خارجي باستخدام الفوطه، كما اسلفت ذكر قبل قليل ان كان عندي الحكه فوطه ساخنه. نعم فوطه طبعا، وعاملي بالماء ساخن وفوط مع فوطه صغيره وتستعملي في مكان في التهاب، هذا يعتبر علاج خارجي بجانب شرب الماء ساخن، لان احيانا يكون التهاب داخل في ربما في الدم او في يعني في الخلايا ولا هذا، فبالتالي تاخذ علاج خارجي وداخلي. انا شخصيا يوميا طبعا تشوفون اسافر في كل مكان اشيل هذا معايا في شنطه كل مكان، حتى ما اتعب ادور على الماي، وفي سياره اخلي في سياره معايا لما كل وقت يعني قدر ما تستطيع. انا هو يحتاج تقريبا 6 إلى 8 قلاصات، لكن اذا ما استطعتي حتى ممكن 4 حتى 2 2، بس لا تتوقف كليا ولا حاولي تاخذ اكثر من 3 ساعات، لان يحصل لي شحيه، يفتح الشحيه لان جسمك يتخلص من سامحونه من طبعا المخلفات، وايضا هذا يجعلك انك انت تكون جسمك مفاتح على الشحيه. فحاولي تشربي جلاس ماء ساخن، وإذا زاد عن 3 ساعات أو بالعدم قبل وجبة بربع ساعة أو نص ساعة، مهم جدا هذا، وطبعا سنشرح فيما بعد إن شاء الله. أيوة تفضل أختي. ممتاز، كيف وصلتي إذا أقول الحين باختصار كيف وصلت، مشكور على هذا السؤال، بقول تعالى بديع السماوات والأرض فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إذا أراد لعبده شيء، لكل إنسان الله سبحانه وتعالى سخر له،
من الذي استخله بعلمه يصبح دكتور ما شاء الله، من فكل من الذي يسعى بشيء وينتفع للآخرين الله سبحانه وتعالى. طبعا كيف وصلت لهذا؟ ولدت طبعا في أفريقيا كما قال الأخ صادق قبل قليل، وتربينا من عمي وخالتي، فلم نتربي من والدينا لأن مرحوم الوالدة الله يرحمها كانت تمر بعمليات 7 عمليات جراحية، عمليات باطنية في أفريقيا وثلاثة في المملكة المتحدة بريطانيا. فهذا أثر علي، لم أكن أعرف أمي إلا في عمر 6 سنوات، فكنت أنادي خالتي وعمي أبوي وأمي، فلما رأيتهما أي والدي الحقيقيان من السفر فاصطدمت، كيف هذه تكون أمي وهذه أمي؟ كيف يكون عندي اثنين ام اثنين اب، يعني والدين ويعني في ان واحد؟ ما يصير، ولا ان عمري صغير 6 سنوات، بس اخاف اسال. وعلى هذا اثر علي، فبدت يعني اخرج من مكان وقت امطار الطبيعه احس اني ما مرتاح نفسيا. ولو ما قصروا يعني التربيه الحمد لله ما قصروا علينا، يعني عمي وخالتي رحمهم الله تعالى. فلما اتينا من افريقيا لم نتجمع في ان واحد، طبعا جزأنا جزئين، جزء واحد مع عمي وخالتي، جزء اخر مع عمي اخر وخالتي. فلم اكن اعرف اخواتي اللي هم في جانب ثاني، اتوقع ان هم اولاد عمي وبنات عمي، وايضا بنات عمي اولاد عمي فهم اخوات. لما كبرت فكان مو ادور على الجهول، اقول يا رب العالمين امنحني قدره شفاء لوالدتي. وايضا المرحوم الوالد كان يحاول، كان يتوفق في ايضا كان يشفي، بس هو كان يشفي بالقران حقيقه، وبس ما كان يريد يظهر للناس لأنه ما كان يريد، يعني لأنه يمكن ذاك الوقت وتحديات الحياة. وحنا في عمان الحمد لله استطاع. المهم بعد هذا انتقل إلي باحثا عن رغبتي لشفاء والدتي حتى أستطيع أعيش معها أتلقي حنان الأمة، فما توفقنا، لكن الحمد لله رب العالمين يوم آخر نفس لها في المستشفى السلطاني، وبإمكانكم ترجعوا للدكتورة السعدية، هي كانت الدكتورة اللي تعتني بها، كلكم تعرفوها معروفة في المستشفى السلطاني. طبعا آخر نفس لها وكنا موجودين، هذا الوقت الوحيد الحمد لله رب العالمين. بعد هذا أبحث عن المجهول، فتأثرت أن ما استطعت أشفي والدتي. طبعا ما الله سبحانه ما تقبل دعائي، لكن سبحان الله تقبل فيما بعد. كيف أمنيتي؟ ولما أصبح مدمن على العمل، ما أنا أحب العمل، لا طبعا أحب زوجتي، أحب أولادي، أبغى أكون معهم، ولدي صغير ما عندي وقت من صباح حتى في الليل، من صباح حتى ثاني يوم صباح أشتغل. ما أمدح لنفسي بس حقائق، بإمكان تسألوا هناك إخوان اللي يعرفوني في وزارة الإسكان، حتى الصباح أحيانا. عموما ما أبحث عن المجهول، يعني سامحونا عشان ما أطول، بس القصة هذه باختصار أبحث عن المجهول، لكن واكب علي مضاعفات الصحية التي شرحت قبل قليل، 4 مضاعفات صحية خطيرة منها، حتى مثل كونفلجن أو اللي هو الارتباك، يعني إغماء يحصل، كان يحصل عدة مرات إغماء. فبدأت أبحث عن العلاج، الأدوية تجيب لي مضاعفات، توقفت الأدوية، قلت ما راح أموت راح أموت. بدأت أستخدم أدوية مثل ما أدوية ديتول، هذا المعقمات، مواد المعقم هذا، استخدم في الأنف، استخدم في كل، يا ترى أموت، يلا على الله خليني نشوف، يمكن جرب نحصل شيء، أخذ أعشاب، أخذ شيء بنفسي كده جرب. سبحان الله سبحان الله، في الرابع الفجر، طبعا ما كتبت في كتاب قصة حقيقية إيش بالضبط اللي حصل، ما رأيت، قلت لزوجتي ما رأيت في المنام، سترينا بإذن الله تعالى، هي مسألة وقت، لا تناديني مجنون لأننا صحيتك 4 الفجر، سترينا بإذن الله تعالى، حدث عالمي، وهناك الله سبحانه وتعالى سخر لي شيء في المنام وما رأيت سترينا. هي طبعا ما استغربت، يعني بعد أيام معدودة أحس شيء يقودني إلى المطبخ، ولما أدخل المطبخ قلت لعاملة المنزل طلعي من المطبخ، سكر الباب، قالت يا خير انت جاي من دوام الحين، حتى يعني قلت لا ما شغلك، خلي انا بغسل صحون. فاخذت الصحون، في طبعا بقايا الطعام، كل اللي يعرفون في بقايا الطعام، في دهون طبعا، طبقه دهون، استخدمت الماء بارد شديد البروده. وايضا من ذاك الوقت منذ زواجي، قبل زواجي حتى يعني 14 سنة عن ذاك، ما نستخدم الماء المثلج كليا، لأن في هناك أدلة علمية تؤكد على الماء البارد، ولا هذا حلقة ثانية إذا شرحت باختصار، أنه يسبب تجميد الدهون وتزداد طبقة الدهون، وأيضا في شرايين الدم تزداد هذه الطبقة وتأثر على جريان الدم، لأن الشرايين كلها صغار كده يعني نحيف، ولما تزداد الطبقة يأثر على جريان الدم، فالدم مغذي للأعضاء، وإيش يحصل؟ ضغط يحصل، وإذا مشاكل صحية أخرى، أنت حتى السرطان لوجود هذا الشيء الغريب في جسم الإنسان على مدى البعيد، لذلك يقول الماء بارد يسبب سرطان ونتيجة لما أسلفت الذكر. فلما استخدمت الماء بارد في الصحن
قلت خليه يشوف، شفت سبحان الله يتحول كأنه يعني مطط كذا تجمد. قلت سبحان الله هنا في شيء. استخدمت بريق كهربائي وغليت الماء وثم سقيت على صحن آخر في بقايا الدهون، وفعلا شو أرى بدون صابونة أرى. بإمكانكم أي واحدة منكم تجرب هذه التجربة، ربما الكل يعلم حتى عندما تتغدى بيديك تغسل بماء بارد والساخن ترون الفارقة. عموما وجدت الكل دهون تخرج، يعني صفيه يعني الماء الساخن صفي بالكامل. بدأت أصرخ الله أكبر الله أكبر، ثم أفرح كان حد يتحدث معي، كان حد معي طرف آخر. بعد قليل رجع وعيت لطبيعي، قلت ما قاعد أسوي لنفسي، ها يمكن زوجتي شافتني أو عملت منزل أولادي بيقول هذا مجنون، ومن ذاك الوقت بيعملوني أنا مجنون. حتى لو قلت كلمة صح ولا شيء لكن بيعتبروني، وجدوني أنا أتكلم عن نفسي، فهذا إذا رب البيت إذا أصبح مجنون.